انت طالع على باب الله، من تطلع من البيت لحد ما توصل شغلك سوي ألف مرة يا كريم يا وهاب. تيجي تشتري هذا العداد الإلكتروني تيجي تشيل السبحة بيدك، بعد ما تكمل ألف مرة تقول بنية زيادة رزقي، راح أشوف رزقك بذاك اليوم يختلف على كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.